بمحاذاة معقل الميليشيا بصعدة وتحديداً في الشمال الغربي لمحافظة الجوف، باتت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خاصة بعد سيطرتها على جبل شوكان أولى مناطق مديرية برط العينان. تمت عملية عسكرية كبيرة وقام الأبطال بتحرير موقع شامان الاستراتيجي كما تشاهدون الآن وموقع شوكان وتحرير وادي بعيف وادي القعيف وادي سلبه وعشرات الدباب مناطق متفرقة بمديرية برط العنان استطاعت قوات الجيش السيطرة عليها في المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي انطلقت منذ أسابيع، وكانت المناطق صحراوية بالجوف هي المرحلة الأولى وانتهت بتقهقر الميليشيا من اليتمة والمهاشمة وخسارتها لمواقعها فيها. تقول المصادر أنه بالسيطرة على قرن شامان وجبل شوكان بمديرية برط العنان تكون الميليشيا قد خسرت أهم مواقعها المطلة على سلسلة جبال حبش، والتي كانت تستخدمها كنقطة إمداد لجبهاتها المختلفة بعد خسارتها الأخيرة في صحراء الجوف، ناهيك عن أسر قوات الجيش ل15 مسلحا من ميليشيا الحوثي بعد محاصرتهم في أحد الجبال التي تم تحريرها. متقدمين إلى عفري إلى وادي سلبة وإلى الظهرة وإلى وادي القعيف، والعملية العسكرية مستمرة بإذن الله تعالى حتى ننظف محافظة الجوف وبعدها وصولا إلى صعدة وإلى محافظة عمران، ثم نلتقي إن شاء الله في سرعة. حتى بسط سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية ستستمر المعارك، هذا ما تقوله قوات الجيش والمقاومة الشعبية وتؤكده تحركاتهم على الأرض.